السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم لي سيجار بالجبن والصحتار كيجي ولدات بزاف. خليكم معايا تشوفوا المقادير والطريقه. بالنسبه للمقادير عندي هنايا 8 ديال الفرماجات، عندي هنايا جبن كريمي، انا استعملت بواطه ديال 200 غرام، استعملوا اي جبن كريمي عندكم. عندي البنات صفر بيضه ولكن خليها ما كتفقعش في المقله. عندي واحد الكميه ديال القزبر والمعقنوس مقطعه رقيقه، معلقه كبيره ديال الصحتار وثلاثه ديال البيضات مسلوقين غنحكم هيدا في الحكاكه. بغيتو تضيفوهم، بغيتو تكتافو غير بالاجبان والقزبر والمعقنوس راه كيجيو بنان بزاف. صافي غادي نطحن كلشي وغنخلط كلشي مزيان مزيان باش العناصر يتجمعوا لي مزيان مزيان. وبالنسبه للورقه غنستعمل هاد الورقه هادي ديال تشينوس، هادي غزاله بزاف البنات خصوصا في الحاجه اللي غتكونوا غتقليوها. وغنشارك معكم هاد الطريقه كتجيكم ساهله باش بالزربه يعني كتساليو القنينطات ديالكم او حتى البريوات. غنشارك معكم بزاف ديال الشكيلات صراحه بالزربه كتساليو، ما كيخليكمش توقفوا بزاف في الكوزينه. انا بالنسبه ليا هذه احسن طريقه باش تلوي لي سيجار ديالك وتساليهم بالزربه. صافي غادي نستمر على هذه الطريقه تنسالي الكميه اللي عندي كامله. وبالنسبه لاي احسن حاجه تلصقي بها هو بيض ديال البيضه، ما كيخلي لا روينه وكيلصق مزيان. صافي غنرمي شويه ديال الزيت في المقله تسخن، ما نخليوهاش تسخن بزاف حتى تحرق، يعني تسخن ما تكونش بارده وما تكونش سخونه بزاف اكثر من القياس. ومع التحرك تحرك تحرك حتى كيتوحد اللون ديالهم وكيتحمروا ليا، وكنحيدهم فوق واحد الورقه باش يتحيد منهم ديك الزيت الزايده، ولا تقدروا تخشيهم في الفران وغنرشهم شويه ديال الصحتار من الفوق. وصافي البنات هادي هو الشكل النهائي ديال القنيطه ديالنا، كيجيو فنين معلكين من الداخل ومقرمشين من برا. ونطلق ان شاء الله فيديو واحد اخر. سلامه.